مصريين في الخارج واجهة عظيمة لمصر. في لقاء عفوي بين الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد مع مزارع مصري، يمكن طرح وأثنى عليه ببعض الأسئلة على هذا المزارع، ودار بينهما حديث قصير بين الطرفين. سأل خلاله الدكتور سلطان القاسمي المزارع عن أصوله، وأجابه أنه من محافظة الأقصر في صعيد مصر. وروى المزارع المصري أنه شارك في العمل بمزرعة يمكن من سنوات طوال، هذه المزرعة تقع في إحدى المناطق بمنطقة الشارقة على مدار 45 عاما، حيث بدأ العمل هناك منذ أن كان طفلا في العاشرة من عمره. فوجه حاكم الشارقة الشكر إليه، وأشاد بجهوده وسعيه الدؤوب في المزرعة للوصول لزيادة في إنتاج سنابل القمح بشكل مذهل. الشيخ سلطان القاسمي نحسبه دائما من الشخصيات القومية العروبية الذي يكن لمصر كل التقدير والاحترام، ولم ينسى المصريون ولن ينسوا مواقفه العظيمة وكلماته الجليلة ودعمه المستمر للمؤسسات الاجتماعية ووقوفه دوما إلى جانب مصر الرسمية والشعبية على السواء. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء.